دلوقتي اهو الاذان اذن، هندوقه دلوقتي. اي استنى استنى، نقدر نفتحه. طعمه حلو قوي. جماعه ازيكم، عاملين ايه؟ ان بمناسبه ان ماما امبارح اخذت الاجازه بقى وهنقعد بقى وبراحت، فقررت النهارده اخليها ترتاح لانها كانت بتتعب قوي، فقررت اطبخ احلى طبخه وهي بتحبها جدا وكل العيله بتحبها. الطبخه دي اسمها الرولات الجلاش باللحمه المفرومه. حتى نعرف الطريقه عامله ازاي. دلوقتي المكونات هي جزر وبسله مجمدين او ممكن فريش عادي زي ما انتوا عايزين، وفلفل اخضر مقطعين مربعات وثلاث فصوص ثوم وبصلايه وفطر او مشروم ولحمه مفرومه طبعا اهم حاجه. حلتنا الجميله طبعا حبيبتنا حبيبه الامهات، قطعنا بصل، بصلايه اللي انا قلتها لكم وثلاث فصوص ثوم، ودلوقتي هنحط السمنه معاكم. واللي ما عندوش او ما بيحبش السمنه يحط زبده او زيت او اي ماده دهنيه. طبعا شكل السمنه حلوه قوي. يلا نحط السمنه وهنقلبها لحد ما يصفر لونها. الله على الريحه، الريحه تحفه والله يا جماعه، والله فايتكم كتير قوي على الريحه. دلوقتي هنضيف الفلفل، نديله تقليبه بعدين ننزل بالمشروم. دلوقتي هنحط المشروم، حبيب قلبي بحبه قوي. دلوقتي هنعمل الكركم والسماق والكمون والفلفل والبابريكا وكل حاجه. دلوقتي بعد ما قلبناه هنحط دلوقتي اللحمه المفرومه. استنوا اهو يا جماعه، بصوا اللحمه المفرومه اهو اهو. دلوقتي قلبنا اللحمه المفرومه في الخضار اللي شفتوه، ودلوقتي هنحط البسله والجزر. دلوقتي هنحط البسله والجزر، ودلوقتي قلبنا اللحمه المفرومه، ودلوقتي هنسيبها شويه تتغطى على نار هاديه. دلوقتي عملنا عصير الطماطم، هنحطه عشان يبقى طعمه حلو كمان تستوي كويس. ونقلب دلوقتي، وصلت التسويه اللي احنا عايزينها. عامل الجلاش بتاعنا اهو زي القمر، وفضينا الحلة اللي كان فيها اللحمة والبسلة وكده، وسيحنا شوية زبدة وسمنة وشوية زيت زيتون. نجيب بالفرشة وندهن الصينية، ندهن شوية الجلاشة خفيفة، بعدين هنمسكها من الطرفين بعد ما دهناها ونتنقع اتنين. هندهن مرة تانية من على وش التاج. هنجيب معلقتنا الجميلة، هنجيب شوية لحم مفرومة ونفرد براحة زي القطر. شوفوا عملتلكم بقى قطر كبير، شايفين؟ توم توم. برمعة تانية لحد ما تكون رولي. زي قبل البابا كده لحد ما تكون جولة جميلة. نجيب دي كده ونعملها دائرة. وهنحطها في النص، حطيناها في النص اهو. ودي بقى الرولة التانية. يلا زي ما احنا اتعلمنا اولى، نلفها كويس ونبرمها. دلوقتي هنلفها حواليها زي ما قلنا. تكون لازقة في بعضها. هعمل لكم واحدة كمان عشان تعرفوا الخطوات. دي طريقة الدفن ده. ودلوقتي هنعملها نصين زي كل مرة.
مش مظبوطه معايا المره دي بالراحه. دلوقتي نحط قصدي اسمها ايه نسيت، نحط الزيت ده او ندهن يعني كله. يلا نبرمها زي كل مرة. خلصنا الصينية بتاعتنا وهندهنها بالسمنة. دلوقتي هندخلها على الفرن وهنعملها على درجة حرارة 220 لحد لما تبقى لونها اورنج. دلوقتي على الصينية تتحمر هنكسر بيضاية واحدة وربع كوباية حليب ورشة فلفل. الصينية تتحمر، بعد ما تتحمر هنحطها على وش البتاع، بعدين ندخلها على الفرن تاني. الصينية كده ما خدت وش، هنحط عليها الخليط بتاع البيض والحليب، نسقيها كويس وندخلها الفرن مرة تانية. دلوقتي بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله طرية وتحفة، هنقطعها بقى كده ولا كده. احنا ممكن حتى لو ما قطعناهاش بنشيلها لان هي اصلا رومليت. طيب نقطعها بقى ايه مثلثات كده عشان تكون سهلة الاكل. نغطيها بقى علشان تبقى طرية مش ناشفة.